مساء الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذن مثل ما تعودنا بهذه الفقرة نتحدث عن أبرز ما يجري في عالم كرة القدم، أبرز المواضيع وأخبار الصحافة والإشاعات والأندية واللاعبين، وطبعا نتائج أبرز المباريات. ورح نبلش من نتائج مباريات يوم أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان عنا مباراتين جروا ضمن الأسبوع 26 من البريمير ليج. أستون فيلا كان خسر بثلاثة أهداف لهدفين على أرضه أمام توتنهام هوتسبرز. سجل أهداف توتنهام ألدرفيلد في الدقيقة 27، وسون كان سجل هدفين في الدقيقة 47 والرابعة 94، وأيضا شهدت هذه المباراة إضاعة سون لضربة جزاء إذن وتم إعادتها. طبعا بالنسبة لأستون فيلا سجل أهدافه ألدرفيلد، كان سجل هدف في مرماه في الدقيقة 9، وإنجلز سجل هدف في الدقيقة 53. أيضا كان عنا مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، وفاز فيها أرسنال برباعية نظيفة على ملعبه في استاد الإمارات. أرسنال سجل أهدافه إذن أوباميانغ في الدقيقة 54، نيكولاس بيبي في الدقيقة 57، مسعود أوزيل في الدقيقة 90، ولاكازيت كان أضاف هدف رابع لفريقه في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 95. في نتائج مباريات الدوري الإسباني إذن كان عنا مباريات كثيرة ضمن هذا الأسبوع، الأسبوع 24. إشبيليا كان تعادل بصعوبة على أرضه على ملعب الرامون سانشيت بيخوان بهدفين لمثلهما أمام إسبانيول. أيضا ليغانيس كان تعادل بدون أهداف أمام ريال بيتيس. أتلتيك بلباو كان خسر على أرضه أمام أوساسونا. وفي أبرز المباريات ريال مدريد كان تعثر وتعادل أمام سيلتا فيغو في مباراة جرت على ملعبه في سانتياغو برنابيو بهدفين لمثلهما. افتتح التسجيل لسيلتا فيغو سمولو في الدقيقة 7، ثم عادل الريال النتيجة عن طريق توني كروس في الدقيقة 52. كان هناك أيضا ضربة جزاء سجلها سيرجيو راموس في الدقيقة 65، ومن ثم سيلتا فيغو أضاف هدف التعادل القاتل عن طريق سانتياغو مينا في الدقيقة 85. يا ريت تخبرونا عن آرائكم في نتيجة هذه المباراة من خلال التعليقات. في أبرز نتائج مباريات الدوري الإيطالي والأسبوع 24، أودينيزي كان تعادل بدون أهداف أمام هيلاس فيرونا. يوفنتوس كان حقق فوز على بريشيا بهدفين نظيفين على ملعبه في الأليانز ستاديوم في تورينو. كان سجل أهداف في يوفنتوس باولو ديبالا في الدقيقة 39، وكوادرادو كان سجل في الدقيقة 75. أيضا سامدوريا كان خسر على أرضه بخمسة أهداف لهدف أمام فيورنتينا. ساسولو كان خسر على أرضه أيضا أمام بارما بهدف نظيف. كالياري كان خسر على أرضه بهدف أمام نابولي، سجل هدف نابولي الوحيد ميرتنز في الدقيقة 66. وفي أبرز مباريات أيضا هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي، لاتسيو كان تفوق على انتر ميلان بهدفين لهدف على ملعب الأولمبيكو. افتتح التسجيل لإنتر ميلان أشلي يونغ في الدقيقة 44، ثم إيموبيلي هداف لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي أضاف هدف في الدقيقة 50، وهدف الفوز للاتسيو سجله ميلينوكوفيتش سافيتش في الدقيقة 69. أيضا يا ريت تشاركونا بآرائكم حول هذه المباراة القوية من خلال التعليقات، والتي طبعا خدمت يوفنتوس خدمة كبيرة. في أبرز مباريات الدوري الألماني والأسبوع 22، كولين كان خسر على أرضه أمام بايرن ميونخ بأربعة أهداف لهدف. سجل أهداف البايرن ليفاندوفسكي في الدقيقة 3، كينغزلي كومان في الدقيقة 5، سيرج جنابري في الدقيقة 12، ومن ثم أيضا سيرج جنابري أضاف هدف ثاني له ورابع لفريقه في الدقيقة 66. وأيضا كان ماينز تعادل دون أهداف أمام شالكة. بالنسبة لأبرز مباريات الدوري الفرنسي، كان مارسيليا فاز على ليل بهدفين لهدف. إذن ننتقل إلى مباريات اليوم. رح يكون عنا
مباريات قوية أيضا في دوري أبطال آسيا. دور المجموعات بختكور الأوزبكستاني راح يستضيف شهر خضرو الإيراني، شباب الأهلي دبي راح يستضيف الهلال السعودي، الشرطة العراقي راح يستضيف الوحدة الإماراتي، والأهلي السعودي راح يستضيف استقلال طهران الإيراني. في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والأسبوع 26 في مباراة قوية جدا وهي قمة هذا الأسبوع، ستجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد على ملعب الستانفورد بريدج، وأكيد نحن راح نكون معكم من خلال البث الحي لصفحة أخبار الآن للحديث عن هذه المباراة. أيضا راح يكون عندنا مباراة قوية في الدوري الإيطالي، ميلان راح يستضيف تورينو على ملعبه في السان سيرو. ننتقل الآن إلى أخبار الرياضة العامة. في كانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فتحت تحقيق في انتهاكات مانشستر سيتي بعد حرمانه من قبل اليويفا من المشاركة الأوروبية لمدة عامين بسبب انتهاك النادي للوائح اللعب المالي النظيف. يعني عدا عن أنه اليويفا حققت في انتهاكات مانشستر سيتي وعاقبته، لا، الآن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا فتحت تحقيق في انتهاكات مانشستر سيتي، ولا ندري ربما تتم فرض عقوبة جديدة من رابطة الدوري الإنجليزي على مانشستر سيتي. تعليق على هذا الموضوع كان أرتيتا مدرب نادي أرسنال ومساعد بيب غوارديولا السابق في نادي مانشستر سيتي، تحدث للصحافة عن المشكلة، مشكلة مانشستر سيتي، وقال أنا مصدوم من العقوبة المفروضة على السيتي، وتواصلت مع بيب غوارديولا وباقي العاملين هناك والذين أعرفهم في النادي، وأريد كل التوفيق للسيتي. أنا أشعر بالإعجاب والحب تجاه بيب غوارديولا وأيضا نحو الجهاز الفني واللاعبين، وأريد كل التوفيق لهم. هذه كانت كلمات أرتيتا الذي أبدى دعمه لمانشستر سيتي ولبيب غوارديولا. طبعا في خبر آخر، كان بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان عندما تم سؤاله من قبل الصحفيين عن بيع لاوتارو مارتينيز، طبعا المهاجم الأرجنتيني المطلوب من قبل عدة أندية وأهمها نادي برشلونة للانتقال إليه ربما في الموسم المقبل، قال بيبي ماروتا: لاوتارو يتطور ولا زال صغير جدا، وقبل كل شيء هو مهتم بارتداء القميص التاريخي للإنتر وأن ينمو كلاعب محترف. اللاعبون لا يغادرون إلا إذا طلبوا من النادي الرحيل. يعني نفهم من تصريح بيبي ماروتا أنه هن ما حابين يستغنوا عن لوتارو مارتينيز، لكن إذا هو طلب الرحيل عن النادي فسيقومون ببيعه. ياريت تخبرونا عن رأيكم بهذا التصريح من خلال التعليقات. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإيطالية، نادي يوفنتوس على ما يبدو يعمل مع وكيل أعمال اللاعبين مينو رايولا من أجل إنجاز صفقة جديدة، وهو الهولندي رايان جرافينريش اللي هو لاعب أياكس أمستردام والبالغ من العمر 17 عام، وعلى ما يبدو هو أحد أبرز المواهب الشابة المطلوبة حاليا. في خبر آخر، كان الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول عندما تم سؤاله من قبل الصحافة عن توقعاته لبطل الكالشيو الإيطالي، قال: أنا أشجع لاتسيو للفوز بالبطولة، أنا آسف لساري ولكونتي، لكنني أعتقد أن لاتسيو سيحقق مفاجأة كبيرة هذا الموسم لأنهم يقدمون موسم لا يصدق. خبرونا أيضا عن رأيكم من خلال التعليقات إذا كنتم بتأيدوا تصريح يورغن كلوب أم لا. في خبر آخر، دافيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونخ عندما تحدث عن مستقبله أمام الصحفيين فتح الباب ربما أمام الخروج من نادي بايرن ميونخ، وقال: سنرى لاحقا عن مستقبلي، أنا لا أفكر كثيرا في هذا الأمر بالوقت الراهن، لكن أنا أتصور نفسي ألعب في مكان آخر مستقبلا. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية على ما يبدو جوردي ألبا لاعب نادي برشلونة سيبتعد عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في الساق اليمنى خلال مواجهة نادي برشلونة وخيتافي، وبالتالي قد يغيب جوردي ألبا عن مواجهة الكلاسيكو. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية هذا الحصاد الكروي.
بدي أتشكركم كتير على متابعتكم لإلي في هذا الفيديو، وأراكم إن شاء الله لاحقا من خلال البث الحي لصفحة أخبار الآن للحديث عن أبرز مواضيع اليوم الكروية والمباريات. بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.